خوز واحد النقطة مهمة غنتطرق عليها طبعا في هذا الفيديو. بزاف الناس كيديروها، بزاف الناس عندهم طبعا جوج قنوات ثلاثة ديال القنوات، ولكن واش بإمكانهم أنهم طبعا يربطوهم بحساب أدسنس واحد أو يصوبوا لهم كل طبعا كل قناة لديها طبعا حسابها أدسنس الخاص وكذلك معلومات دولة الخاصة. خوت بالنسبة لي أنا في الرأي ديالي الشخصي أن كل قناة تصوب لها حساب أدسنس خاص بها باش ما توقع حتى شي مشكل. غايجي شي واحد هنا غايقول لي إيوا ما يمكنليش أنني نفتح جوج قنوات حيت خصني جوج تليفونات. لا بالعكس الخوت، غير هو تفتح جوج حسابات أدسنس في نفس الجهاز ما كاين حتى شي مشكل. غير هو خصو يكون لكل حساب أدسنس مخصصلو معلومات ديالو خاص به، كذلك البطاقة الهوية. مثلا عندك حساب أول تحاول أنك دير له بالبطاقة الشخصية ديال الوالد ديالك، الحساب الثاني بالبطاقه ديال الام، كذلك الحساب الثالث بالبطاقه ديال كذلك. المهم بحال هكا، اما باش تقول كل حساب طبعا كل مثلا كل بطاقه الهويه دير بها شي 4 حسابات، هذا الشيء راه ممنوع، راه يتم الاغلاق ديالهم كاملين. عرف هذه القضيه هذه. وكذلك انا ندير نفس الحاجه، مثلا عندي قناه سميتها النساء اللي بغى يدخل ليها، انا نحط لكم الرابط ديالها في الديسكريبشن. المعلومات ديالها مثلا اي فيديو مثلا كيشقي انا كناخذو كنحطو في ديك القناه، وكذلك مخصص لك كذلك حساب ادسنس خاص بها حتى هي. انا فعلتها بالفيديو ديالي عباد الله، وقلت لكم انا كما شرحت لكم في الفيديو كذلك ديال جمع 4000 ساعه في يوم واحد، جمعت بديك الطريقه جمعت 4000 ساعه، وكذلك الخوت جمعت 4000 ساعه قدمتها للمراجعه، كذلك تقبلت في اقرب وقت يعني 24 ساعه تقبلت. يعني انا اللي شنو درت الصوره المصغره كذلك كانت عندها علاقه بالفيديو، كذلك الوصف، كذلك كلمه الدلاله. يعني غير دخل المراجع الاول، لان ما كاينش غير المراجع، كاين بزاف ديال المراجعين. غير دخل طبعا المراجع الاول ان شاء الله تقبلت القناه يعني راجعها. دخل اول حاجه شنو المراجع يعني كتدخل الفيديو كيدقق لك في الفيديوهات اللي كتكون عندها اعلى مشاهده، كذلك عندها اعلى ديال يعني عندها نسبة المشاهدة عالية، هو اللي كيدخلوا كيراجعوها. أما ديك الفيديوهات القدام وكذلك الفيديوهات الأحدث يعني فيديوهات الجداد والفيديوهات اللي عندها اللي يعني طبعا فيها مشاهدات بزاف، كيشوفوا المصادر الزيارة من يقول لك ذاك المشاهدة إلا لقى شي موقع كذلك راه كيرفض القناة يعني ما كيوافقش عليها. كذلك التعاليق كذلك كيشوفوا يعني حذف جميع التعاليق اللي عندها علاقة بالتبادل الاشتراك أو الاشتراك عندي أو مشاهدة أو كذا وكذا. المهم هذوك طبعا ديك التعاليق اللي هي علاقة بالتبادل الاشتراك، لأن طبعا تبادل الاشتراك مخالف بالنسبه للسياسه ديالي، وحنا عارفين هذه القضيه. غير حنا المغاربه فينا واحد المشكل ان ضروري نديرو تبادل الاشتراك، الا ما اشتركتش عندك القناه. ولكن نصيحه، اي واحد بغى يدير تبادل الاشتراك خصو يديرو بواحد الطريقه، انه مثلا تبادلتي انت وياه في الواتساب ما تصيفطلوش اللينك ديال الفيديو، حاول انك دير له سكرين ديال القناه ديالك يدخل لك اوتوماتيك عن طريق الاسم. بهذه الطريقه هذه كتزيد نسبه طبعا ديال الفيديو ديالك تقترح بواحد الشكل كبير، وكذلك ما كتشكل حتى شي خطر للقناه ديالك. واخا يدخل الفيديو اللي يخرج ما غاتشكل حتى شي خطر، حيتاش الا دخل عن طريق الرابط غير نيت واحد دخل عن طريق الرابط غتسجل واحد المصدر عن طريق الواتساب. ويعرف طبعا احنا كنتعاملوا واحد المنظومه يعني واحد الذكاء اصطناعي خارق للطبيعه، يعني ربما انه يكتشف الامر. فهمتيني؟ الا بقيتي كدير تبادل الاشتراك عن طريق الواتساب راه غيكتشفوا الامر، غيكتشفوا حيتاش راه ديجا السياسه ديال يوتيوب ذاك راه ان الامر ديال التبادل الاشتراك مخالف، ولا اكتشفوا الامر غيتم الاغلاق القناه. ولكن حنا عمرنا شفنا ان شي قناه تم الاغلاق ديالها بسبب التبادل الاشتراك. هذا الامر هذا عمرنا الخوت سمعنا في شي طبعا في شي حاجه، شي واحد خرج بشي فيديو انه غلقوا لي القناه بسبب التبادل الاشتراك. غير بعض الناس كيقولوا غير كيكذبوا، لان الامر عمرنا سمعت انا شي واحد غلقوا له الامر بالقناه بالتبادل الاشتراك. ولكن الخوت القناه ديالكم طبعا ملي تفعل حاول انك تبعد على التبادل الاشتراك، حاول انك تخدم على القناه ديالك، تلوح فيديوهات طبعا اللي كيبحثوا عليهم بزاف الناس، حاول انك تجمع 10 دولار بشي طبعا ديك القضيه ديال السوبر شات في نهار واحد راه ساهله. كذلك شوف شي واحد عندك المهم العائله ديالك او شي واحد صيفط لك ديك 10 دولار باش تفعل القناه ديالك، يعني تفعل حساب ادسنس طبعا الخوت. المهم الخوت كنتمنى نكون فدتكم ولو بشي حاجه، واللي عنده شي تساؤل او شي حاجه او يعني ما فهمت شي حاجه حاول نحطها في التعليق نحاول نجاوبكم عليها، لانني طبعا الخوت انا مجرد انني كنتعلم فقط. انا الخوت ما نكذبش عليكم، ملي كنبغي نسول شي حاجه ما كنسولش شي يوتيوبر، لان بزاف ديال اليوتيوبر كنحطو غير سؤال كنقولو غير جاوبني عليه، ما كيبغيش كيتكبر كيكون فيه واحد التكبر، وهذا الشيء حتى ما كنحملوش. مثلا غير محمد ايت ابراهيم ديجا كنت حطيت له واحد السؤال، قلت له واش بامكاني فهمتيني شنو السبب ديال نقصان الاشتراكات، ما جاوبنيش. تقريبا داز تقريبا شي شهر ما كيهتم، ما كيهمش انا ما كيهمنيش ذاك الامر هذا. وبزاف ديال اليوتيوبر كنحاول انه يحط لهم فهمتيني سؤال، فهمتيني كنسولهم على شي حاجه ما كيبغوش يجاوبوني. شي واحد من اليوتيوبر كيقول لي جرب حظك، مالي خويا لعب لعب معاك اللعبه ديال السطرانج ولا الضامه كتقول لي جرب حظك. بزاف الناس كيحطوا
نحطوا غير كلمه نحاول انك مثلا شي واحد مثلا شي يوتيوبرز مثلا عنده في المجال ديال المعلومات مثلا شي واحد سولك مثلا هو براسه ما عارفش مثلا القناه ديالو راه مازال ما تفعل الا تفعلت راه اصلا ما غايكبرولكش انت يسولك غير صور فريق الدعم اللي عنده العلاقه بهادشي كامل. اما انت مجرد شخص براسك كتعلم وحنا براسنا خوت كنتعلموا انا اي واحد دابا سولني شي سؤال ما فهمتوش غنحاول ندخل على فريق الدعم اليوتيوب عندي جوج قنوات مفعلين غنسولو على الامر وكيحاول انه يعطيني واحد الفكره غنحاول انا نشرح لك ديك الفكره. يعني هادشي اللي كنقول لكم اخوت انا براسي بزاف د الحوايج ما فهمهمش اخوت غادي نحاول انني نتعلم لان ديجا كنت انا القناه المحتوى ديالي كان محتوى رياكشن انا المهم ما عجبنيش هذا المحتوى حاول انني نبدل المحتوى ديالي لان عارف المحتوى رياكشن الار بي ام ديالو طارح ولكن ما بغيتش انا نستمر في المحتوى رياكشن لان طبعا الانذارات كذلك المخالفات كذلك الفيديوهات كتبقى تجيك ديك العلامه ديال الدولار الاصفر في اي فيديو سبحان الله خصوصا كنهضر على الفيديوهات ديال تيك توك كتجيني ديك العلامه ديال الدولار الاصفر بيمكنليش نربح من الفيديو كذلك الاعلانات كتكون محدوده مثلا الفيديو دور لك يضرب 100000 ما يمكنش ديك 2 دولار يعني واحد 20 درهم بالنسبه للناس اللي كيسكنوا في المغرب حنا الدولار ديالنا ب 10 دراهم بحال حتى ب 20 درهم صاحبي. المهم الخوت بالنسبه لاي واحد المهم كنتمنى لكم النجاح والتوفيق ان شاء الله وما تنساوش ديروا خوت لايك وتشاركوا القناه باش تكون طبعا اي فيديو كنديروا الممكن نتمنى انه المعلومه تكون وصلتكم الخوت وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو ما تنساوش حتى انا كنقول لكم اي سؤال ما فهمتوش الخوت ما تحشمش غير جاوبوا عادي حط لنا تعليق قول لنا شنو المشكل اللي عندك غنحاول نحلو عليك. يعني انا بزاف د الحوايج راه نديش انا ندرس واحد باغي ان ندرس واحد المجال هذا ونعرف شنو الاسباب وكذلك التقنيات اللي زيدت عدد المشاهدين وكذلك المشتركين. صلوا معكم ياسين البوح تهلاو الخوت.